ايه يا اخوانا الحكاية؟ ننزل نزوق ولا ايه يا اسطى؟ نزوق ايه؟ وانت جايب لنا اوتوبيس ولا توك توك؟ جرايح زينهم، وانا يعني جايب الاوتوبيس من بيتنا؟ يظهر كده في حد وشه فقر في الرحلة دي من اولها. تقصد مين يعني؟ اكيد مش انت يا عم زينهم. يا جماعة اهدوا اهدوا شوية، حصل ايه؟ عطل في العربية كمان شوية وهتدور. من اولها كده؟ لو انا اللي نظمت الرحلة دي ما كنتش خلصت ولا يا سني؟ والله رحلاتك عسل يا عم سالم. فاكر رحلة اسكندرية اللي انا كنت اغرق فيها ولولا علينا نعمل نعمة ربي، لا حد ضحك عليك ونزلك المية لا سايبك تغرق. الله في سمام انزل المية لحد ما اموت. لا انت لازم تتعلم العوم في الرحلة دي، ما تعلمه يا معلم سالم. عيني عينك سالم ابو غيف. طب ايه رايك اعلمها وزينهم؟ السني حبيبي بس هو يسمع الكلام. سني انا هخليك حوت. بقول لك ايه يا اسطى؟ عملت ايه في الاتوبيس؟ الحمد لله والله عايشين وكويس. ايه على ايه لحد هنا؟ ده انا حليت العربيه لقيت فيها نجاوي، لقيت فيها نجاوي العربيه والله عايشين، لقيت حلم الكتيبه مقطوع ومكونها بتاعت الحمام والميه على الهيد ومروحه وقعت. انا مش حد ايدي عامل ايه؟ الحمد لله احنا عملناها بس مش شرع النبي هنمشي وعمال هيكون بعد ما نحن خير. طبعا البركه سوق انت. هو قال ايه بالظبط؟ بيقولوا اتوبيس 100 100. صدقوا ان انا اتشقلت بالرحله. هتقوم يا قمر توزع العصير، الواحد ريقه ونشف. ماشي خد يا شادي. هاني ودي خدي العصير. خدي اهو. خدت منه؟ والله ما خدتها، وربنا ما خدتك بيتك على الله يقضي بقى. سيبوا يا دكاتره. انا فين يا عم مخلص؟ ماليش نايب؟ امسك يا عم زين ومتفضل. انا مش شايف زي زيكو. طب امسك عصير اهو. لا ده بتاعك انت، انا عايز عصير. انا الراجل ده بتاع مشاكل. انت سامر؟ ايوه يا عم سني. جبت اللي اتفقنا عليه ولا نسيتي؟ كله تمام تمام وجاهز. ايه بقى اللي انت